مرحبا بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا يلي عم نرافقكم فيه يوميا خلال شهر رمضان المبارك لنجاوبكم على كل أسئلتكم واستفساراتكم الطبية. لهيك جهزوا أسئلتكم واتصلوا على الرقم الرباعي 9342. شهر رمضان فرصة للإقلاع عن التدخين، وأول نصيحة من الخبراء كانت تعديل النظام الغذائي الخاص عن طريق دمج بعض الأطعمة للحصول على حياة خالية من التدخين. تفاصيل أكثر خلونا نتابعها بهالتقرير. شهر رمضان المبارك فرصة ذهبية للإقلاع عن التدخين، وأغلب المدخنين بينتظروا هالشهر وبيحطوا خطة معينة للدخان ما بين فترة الفطور والسحور. ومثل ما بنعرف درجة الإدمان بتخلي الإقلاع عنه أمر صعب جداً، ولكن الصيام بيسهل العملية لأنه الفترة الصباحية بوقت الصيام بتكون هي الأكثر تدخيناً. ونصح الخبراء جميع المدخنين بتعديل نظامهم الغذائي وإدخال أغذية معينة مثل الفواكه والخضروات الملونة، تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن بتساعد على مكافحة الإجهاد التأكسدي الناتج عن التدخين، وهذا الشيء بيعزز إصلاح الخلايا. الشاي الأخضر. شرب الشاي الأخضر المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة بيساعد بإزالة السموم من الجسم، وبيساهم أيضاً باستعادة نشاطه ومكافحة حاجته بالحصول على سيجارة. البطاطا. بحسب الدراسات بتوفر البطاطا الألياف والكربوهيدرات بطيئة الامتصاص، وهذا بيمنح الإحساس بالشبع وبيساعد على مكافحة الرغبة بإشعال سيجارة. بشكل الصيام لكل سيدة حامل خوف، وخاصة إذا عانت من موضوع الحمل ولجأت لطفل الأنبوب. لنعرف تفاصيل عن هالموضوع صار معنا الدكتور مروان الحلبي، اختصاصي بالأخصاب وأطفال الأنابيب ورعاية الخصوبة ومعالجة العقم. مرحبا دكتور. أسعد الله أوقاتك وأوقات كل الإخوة المشاهدين. سلمنا يا رب، رمضان كريم. رمضان وكل عام أنت بألف خير. وأنت بألف خير يا رب. دكتور، بداية خلينا نحكي عن خصوصية المرأة الحامل بشهر رمضان. نعم، يعني حقيقة يعني أول شيء بننظر للمرأة الحامل هي يعني بالنسبة لصحتها وصحة الجنين بنفس الوقت في تبدلات فيزيولوجية بتصير بالحمل بتدعي يعني نأخذ بعين الاعتبار هالخصوصية. لازم دائما أي سيدة حامل قبل ما تبلش بالصيام تعمل استشارة، يا ترى وضعها بيسمح. طبعا بالاستشارة بده ينظر لعدة شغلات رئيسية. أول شيء لسوابقها المرضية، هل هي عندها أمراض على سبيل المثال ارتفاع ضغط شرياني سكري بسوابقها المرضية، عندها أمراض كلية مثل الحصيات الكلوية أو عامل زرع كلية سابق أو كذا، عندها أمراض قلب مثلا مثل قصورات قلب مزمنة، أمراض كبد أيضا، يعني أمراض القرحة المعدية على سبيل المثال أمراض فمية، فبده ينظر لسوابقها المرضية كمرحلة أولى. المرحلة الثانية ينظر سوابقها الحملية، حمولة السابقة، يا ترى صار مع إشارات متكررة، صار مع ولادات باكرة، صار مع انسمام حملي، ارتفاع ضغط شرياني حملي على سبيل المثال، سكري حملي بالولادات السابقة، يعني هل صار معها شيء اسمه زيادة بصمات مثلا أو أهبة خسار أو زيادة بقابلية التخثر عندها يا ترى، فينظر للسوابق أيضا الحملية إذا فيها اختلاطات حملية، وآخر شيء الحمل الحالي يا ترى هو حمل توأم، في عنا قصور مشيمة، طبعا هذا يعني يؤخذ بعين الاعتبار كثير، هل في سكري حالي أو ارتفاع توتر شرياني حملي، ارتكاز مشيمة معيب على سبيل المثال، في عنا نقص بحركات جنين، عنا نقص بالسائل الأمني، يعني ينظر أيضا ينظر للحمل، يؤخذ بعين الاعتبار وضع الحمل الحالي. فإذا إذا دمجنا هدول بالاستشارة ما قبل الصيام ممكن تنصح السيدة إذا هي تصوم ولا لا، مثل ما بتعرفي الصيام له فوائد ايضا. صحيح. واهم فائده ذكرتوها بالتقرير الاول هي الاقلاع عن العادات السيئه جدا. صحيح. هي التدخين والارجيله اللي اجتاحت مجتمعنا بالمرحله الاخيره. صحيح. طيب دكتور، خلينا نخصص شوي بموضوعنا للمراه اللي لجأت لطفل الانبوب. نعم، هلا طفل الانبوب في خصوصيه ايضا كثير، لانه بتعرفي بطفل بعد نقل الاجنه او بالاخصاب المساعد في عنا خلينا نقول قصور طور بروجستوني او لوتيني محدث، يعني هي بحاجة لتأخذ مثبتات الحمل بشكل مؤكد بالمراحل الأولى. صحيح. فطبعا حسب المثبت المستخدم قد
انه ما يتناسب احيانا مع اوقات الصيام اذا كان المثبت فموي، فهون في خصوصيه خاصه. وبتعرفي الحمول الناجم عن الاغصاب المستعدي حمول عزيزه بشكل عام، يعني بعد عقم 20 سنه، لذلك يعني بشكل عام مريضات الاغصاب المستعد يعني ينصحنا بالاشهر الثلاثه الاولى بالافطار بسبب خصوصيه الحمل بالاغصاب المستعد وخصوصيه المعالجه والادويه والتوقيت الخاص بالعلاج ايضا. تمام. طيب دكتور، عم نسمع حديثا عن اغذيه بتساعد على تحديد جنس المولود. نعم. شو مدى صحه هالدراسات؟ هلا شوفي موضوع هناك يعني الاعلام نوعين، بتعرفي في شيء اسمه مثبت بالبينه او بالبرهان، الطب المسند بالبينه هذا اللي بنعتمده، في يعني خلينا نقول بلاك ميديا اللي هي ممكن تصير. هلا حقيقه لا يوجد شيء مؤكد يثبت انه تناول بعض الاغذيه تؤدي الى انجاب ذكور. هناك يعني توجه نحو، بتعرفي النطاف الذكريه هي اسرع وتحتاج الى وسط قلوي اكثر بالمهبل، بما انه وسط المهبل حامضي فدائما بيلجأوا لبعض الاغذيه او المواد او حتى الوصولات اللي بتعمل وسط مهبل قلوي، بتغير الوسط، فهي بتزيد من سرعه النطاف الذكري، وبالتالي احتمال القاح الاجنبي ذكور بتصير اعلى، لانه ما انه مؤكد، يعني ممكن تجيب يعني توأم بنات وهي عم تاخذ عم تتبع التوصيات، لذلك هي بتزيد الاحتمال، يعني بتزيد احتمال 60 ل 65% انجاب ذكور. طبعا الادويه بشكل عام هي الاقلال من المشتقات الالبان والاجبان ومشتقاتها، والاكثار من بعض يعني المأكولات الثانيه، المكسرات، الاسماك وما شابه. اذا يعني الحميه الغذائيه حقيقه ليس لها دور يعني خلينا نقول دامغ انه مؤكد، لانه بتزيد شوي مساعد بشكل قليل. تمام. طيب دكتور، ايمتى بتلجا المراه لطفل الانبوب؟ نعم، موضوع الاغصاب المساعد او اطفال الانابيب له استطبابات مؤكده. انا اللي بحب يعني بهالمناسبه اقول انه ما بتلجا اي وحده بتتاخر على حمل لطفل الانبوب. صحيح. طفل الانبوب له استطبابات معينه يجب اللجوء لها، بدءا من العامل الذكري اللي بشكل تقريبا 50% من الاستطبابات، لما يكون في عند الزوج نقص بالتعداد او بحركه، نقص شديد طبعا بتعداد او حركه او اشكال النطاف، او احيانا انعدام النطاف بس موجود بالخصيه ممكن نسحب النطاف من الخصيه، اذا او بوظيفه النطاف احيانا قدرته على التلقيح، او اذا في عندنا تكسر عالي للدي ان اي او تشظي للدي ان اي، اذا هي عامل ذكي، وهذا بشكل نص الاستطبابات تقريبا. هلا القسم الثاني هو العوامل الانثوي، بدءا من العامل يعني اشعه هو العامل البوقي، اذا في عندنا انسداد بالبوقين او انسداد او خلل بوظيفه البوقين، ما يسمى الانسداد الوظيفي، كان يكون تخرب باداب البوقين نتيجه التهابات سابقه او كذا، طبعا بحالات شديده من انعدام الاباضه او المريض المتعدد الكيسات، في عندنا العامل الرحمي ايضا يؤخذ بعين الاعتبار، طبعا بضل عندنا العامل العنقي بالمراحل الشديده، بضل عندنا تقريبا 10 ل 15% اللي بنسميه العقم غير المفسر او المجهول السبب، هذا ممكن اول شيء اتباع التقانات الاغصاب البسيطه مثل امناء ضمن الرحم او التلقيح الصناعي بنطاف الزوج، ثم الوصول لاحقا الى الاغصاب خارج الجسم او اطفال الانابيب، هدول بيضلوا تقريبا بشكل 10 ل 15% وبكونوا يعني متضمنين الاسباب المشتركه بين الزوجين. تمام. رح ناخذ اول اتصال معنا لليوم. الو، يعطيك العافيه. اهلا وسهلا، الله يعافيك. اهلا وسهلا، ممكن نتواصل؟ اكيد اكيد، تفضل دكتور معك. دكتور، يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، مرحبا، رمضان كريم على الجميع ان شاء الله. نعم انت بخير، شكرا. نعم عليك بالصحه والسلامه دكتور. انا المشكله اللي صايره معي انه عم يصير عندي قذف راجع، وحاولت باكثر يعني من اكثر من طريقه تبع الدكاتره وعلاجات ما استفدت اي شيء. نعم طبعا، شوف اخي الكريم، القذف الراجع او الدفق الراجع له اسباب عديده، قد يكون يعني أسباب عصبية مثل التهاب الأعصاب السكري اللي بيصير، وهذا من أشيع الأسباب عنا، وقد يكون أسباب عصبية من مصدر آخر مثل ردود النخاع الشوكي أو بعض الأمراض مثل جيلانبري أو إلى آخره، ممكن تؤدي أيضا لدفق راجع. وهناك بعض الحالات طبعا التشريحية العضوية لما يكون في عنا خلل بالمعصرة المثاني أيضا بصير يرجع السائل المنوي إلى المثاني، وهناك بعض الأسباب النفسية حقيقة وكمان يعني تؤخذ بعين الاعتبار. هلا يجب البحث عن سبب القذف الراجع وعلاجه، اذا لم يعثر على السبب
فيعني يعامل معاملة بنسميه قذف لاجع أساسي أو إديوباثيك، وبالتالي للحمل بقصد الإنجاب يجب اللجوء إلى وسائل الإخصاب المساعد بكل تأكيد، وإلى الأطفال الأنبيب بالذات، لأنه يعني هي بتعطي أكثر نجاعة أو أكثر نسبة حمل من بقية التقانات الإخصاب الأخرى. فطبعا هنا في هذه الحالة يمكن الحصول أو استحصال اللطاف من الخصية مباشرة، والنتائج يعني واعدة ونسبة حمل عالية جدا شبه مؤكدة يعني. تمام. طيب دكتور، خلينا نسألك السؤال، إنه هل الإسقاط المتكرر بخلينا نلجأ لطفل الأنابيب أو الإخصاب المساعد؟ لأنه أنا كما أسلفت يعني هي أحد الإسقاطات المتكررة، يعني حتى لو عملنا إطفال أنابيب إذا في سبب ممكن كمان تسقط بعد الحمل. الإسقاط المتكرر حقيقة يعني هلأ صار يعني توجه عالمي بآخر الأدلة الإرشادية بتسميته فقدان الحمل المتكرر. هو عبارة عن فقدان الحمل لأكثر من مرتين قبل وصول الجنين لأن يكون قابلا للحياة بشكل عام، يعني مو بس بالأشهر الأولى، صار بالشهر الخامس والسادس اسمه فقدان حمل متكرر، صار له أسباب. وطبعا طلع أدلة عالمية كتير عم تتطور، طلع 2023 آخر تدبير له وصار له أسباب مؤكدة. يجب البحث عن أسباب فقدان حمل متكرر التي تبدأ من بدءا من الأسباب التشريحية، إذا في عندنا خلل تشريحي مثل بعض تشوهات الرحم الخلقية، الرحم وحيد القرن، أو وصولا طبعا وفي منا مكتسبة مثل تنادر آشرمان أو التصاقات باطن الرحم، وصولا أسباب الجينية والوراثية، إذا في عندنا على سبيل المثال خلل بالصبغيات عند أحد الزوجين مثل التبادل المواضع الصبغية أو الإسفاء أو إلى آخره، طبعا هذا كمان أحد الأسباب. أيضا مرورا بالأسباب المناعية مثل متلازمة أضداد الفوسفوليبيد، الأسباب أو أهبة الخثار أو زيادة بقابلية التخثر، طبعا هي منا وراثي بيجي مثل نقص البروتين إس والبروتين سي وبعض الأنزيمات المسؤولة عن التخثر، ومنا مكتسب مثل فرط هوموسيستين الدم على سبيل المثال، طبعا جزء منه بيكون وراثي. إذن أهبة الخثار تعامل. أيضا بعض الأسباب الإنتانية، وهي طبعا قل كتير التوجه إلى إلا أنه البكتيريا الفيجينوزيد أو التهاب المهبل الجرثومي قد يصنع بأحد أسباب فقدان الحمل المتكرر، إضافة إلى جزء بسيط يبقى مجهول السبب. وطبعا بكل الأحوال إذا يعني قوربت السيدة أو يعني درست بشكل جيد وشخص السبب، يمكن أحيانا بيكون المشكلة بسيطة، بوليب باطن رحم، بعملية تنظيف باطن رحم بسيطة بينشال، أو حجاب كبير ممكن قطعه وخزعه بعملية بسيطة بتاخد 5 دقائق. إذن يجب تشخيص السبب. طبعا إذا في مشكلة إلى علاقة بفقدان حمل متكرر، حتى الأطفال الأنابيب ممكن تؤدي للإسقاط، لذلك صحيح. لا يعتبر. أما أنت بنلجأ لأطفال الأنابيب ببعض الأسباب الجينية، إذا كان عندنا مثلا مشكلة وراثية عند أحد الزوجين مثل كما أسلفت تبادل المواضع، هي حل الوحيد هو الإخصاب خارج الجسم مع التشخيص الوراثي قبل التعشيش. هون هالحالة هي بتكون حل لمشكلة الإخصاب خارج الجسم. أو إذا كان فينا عامل رحمي شديد، يعني الأورام الليفية شديدة جدا، ولجئ إلى لاحقا إلى زرع الرحم، تعرفوا زرع الرحم هو يعني من الاختراقات بعالم الطب، فممكن عاد هون لازم تجميد بذل البويضات وإلقاحها وتجميد الأجنة عند زرع الرحم، بيتم إرجاع الأجنة إلى الرحم المزدرع، وبعد طبعا إنجاب الأطفال ممكن يعني يرجعوا يستأصلوا الرحم المزروع مشان ما تضل تأخذ أدوية مصابة المناعة. إذا هون هي الحالات الخاصة ممكن لجوء الإخصاب المساعد، إلا أنه مو للكل، يجب تشخيص السبب وعلاج السبب، وأحيانا العلاج بسيط، يعني مثلا على سبيل أهبة خثار بالعوامل المناعية ممكن إعطاء الأبر المميع للدم أو المسيل للدم تساعد وتلاقي بيكمل الحمل بنسبة عالية جدا وبنجاح. تمام. بنجاح. معنا اتصال. ألو. ألو، أهلا وسهلا، يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. لو سمحتي فيني أحكي مع الدكتور؟ أكيد، تفضلي الدكتور معي. يعطيك العافية دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا فيك. دكتور، هلأ أنا بيصير معي حمل رحوي كثير. نعم. وتكرر معي أكثر من 3-4 مرات. نعم. بدي أعرف إنه كيف فيني أتفادى، أو شو سببه، إنه من الزوج أو من الزوجة؟ نعم. أول شغلة، الحمل الرحوي
بتعرفي التام هي اغلب انه يكون عندها تام ياتي يعني بسبب انه بيكون الصيغه الصبغيه كامله تاتي من الزوج بتكون مضاعفه من الزوج اما بالقاح نطفتين لبويضه فارغه او يعني تاتي دائما الزوج. لذلك المسبب الرئيسي بالحمل الرحوي او اللي بيساعد على ذكرها هو الزوج وهذا شيء مفاجئ. فلذلك بتلاقي احيانا الزوج زوجته الاولى صار عندها حمل رحوي احيانا ليتفادى بروح بتزوج مره ثانيه برجع الثاني بصير مع حمل رحوي لانه هو بيكون هو السبب بصير في شيء اسمه نون ديسجنكشن يعني عدم انفصال اثناء عمليه الانقسام المنصف بتولد المطاف عند الزوج. بتلاقي بعض المطاف تطلع مضاعفة صيغة صبغية هي إذا لقحت بتعمل حمل رحوي تام. لذلك يجب يعني هالموضوع دراسته. طبعا الوقاية منه يعني هو تكرره حقيقة حظ سيء تكرره نادر لا يعني تكرر الحمل الرحوي ممكن بس نادر ما انه كثير عالي. طبعا الأهم شيء المتابعة أول شغلة ما يصير حمل آخر قبل سلبية ما يسمى البيتا اس جي أو الموجات الأقناد المشيمائية البشرية لازم هي بعد الحمل الرحوي تتابع حالها ويصير التحليل صفر للبيتا اس جي وبعد الصفر لازم تستنى 6 شهور طبعا إذا ما كان في معالجات كيماوية. بعدين صار إذا اتبعنا هالفترات الراحة بين الحمل الرحوي احتمال تكررها بصير قليل ومع ذلك إذا تكرر طبعا في يعني بالحالات النادرة ممكن اللجوء لتقانات الأعصاب المساعد بحالات نادرة جدا وأغلب الحالات على المتابعة الدقيقة بعد إفراغ الرحى العدري والإفراغ التام للرحى احتمال تكررها بصير قليل. تمام معنا اتصال. ألو ألو عم نسمعك. ألو السلام عليكم. أهلا وسهلا وعليكم السلام. دكتور شلونك؟ أهلا وسهلا ومرحبا فيك دكتور. أهلا من الرقة وأني زوجتي مريضة غدة عندها خمول بالغدة الدرقية. نعم. وأني سويت عملية دواري طرف واحد وصارنا متزوجين 4 سنين وما صار معنا حمل. عملية شو عملت عفوا؟ سويت عملية دوالي. دوالي نعم يعني وصارنا 4 سنين متزوجين وخذينا برد تفجير وتحريض وسوينا مراقبة بابا ومخزون كان جيد 1.03 لحد ما صار معنا حمل. نعم. هلا اخي الكريم اول شغله الموضوع شقين يعني اول شيء وضع الزوجه اذا في عندنا مشكله غده فضبط الغده الدرقيه مهم لا شك قصورات الغده الدرقيه او فرط النشاط قد تؤثر سلبا على عمليه الاباضه فضبط الغده الدرقيه مهم والبحث عن مش يعني دائما اذا لقينا سبب احيانا الواحد ما بيبحث عن اسباب اخرى. صحيح. يجب دراسه الحاله بشكل متكامل يعني دراسه وضع البوقين اذا مفتوحين ولا لا مراقبه الاباضه مقاطع في الرحم عضويا شو بطانه الرحم مقاطع في الرحم اذا طبيعي ولا لا سماك التروية الدمويه للبطانه يعني بدها دراسه الزوجي بشكل كامل. إذا وبالنسبة لحضرتك طبعا بعد عملية الدوالي طبعا احيانا مبالغ بتأثيرات الدوالي اللي هي لها استطباب جراحي الدوالي الدرجة الثالثة والرابعة الأولى والثانية تقريبا نسبة عالية من الناس وإذا كانت إذا كان تأخر الحمل وفي عنا هي دوالي يعني درجة ثانية أو ثانية وفي مشكلة ممكن اللجوء لاختبارات تشظي دي إن إيه لأنه أحيانا الدوالي بتعمل خلل أو زيادة بتكسر دي إن إيه وتشظي دي إن إيه وبالتالي ممكن يأثر على الإنجاب أو على الحمل لاحقا. إذا كان صار الزوج طبيعي بعد عملية الدوالي معناتها الزوج طبيعي وهي ما بين سبب لازم تعمل استقصاءات أكثر في 15% من الأسباب ما بتلاقي إلا بتنظيف البطن طبعا لازم إجراء تنظيف البطن ومعرفة وظيفة البوقين. طبعا إذا كان طبيعي هون وصلنا لازم وصلنا لمرحلة خلينا نقول نقص الخصوبة. أنا بحب دائما نسمي نقص الخصوبة لأنه معظم الحالات هي فيها تفاؤل أكثر الكلمة ومعظم الحالات إلى حل فممكن لجوء لتقانات الإخصاب مساعد أولا لإمناء ضمن الرحم البسيط جدا أو ووصولا إلى الإخصاب خارج الجسم وهذا إن شاء الله ما بيوصلوا لأنه واضح من خلال القصة شغلتها بسيطة وممكن يعني عند وضع اليد على السبب الحقيقي الوصول إلى الحل مباشرة. تمام معنا اتصال. ألو ألو اهلا وسهلا صباح الخير. صباح النور يا هلا. دكتور انا السنه الماضيه عملت تنظير وتفقيد مبايض وما صار حمل ممكن السنه اعيده ولا في خطوره؟ لا شوفي اول شغله تنظير البطن لا يعاد خاصه تثقيب المبيض اعاده عدم نجاح تثقيب المبيض هو واعادته اعاده الفشل او تكرير الفشل هذا لا يعني من الاخطاء الطبيه ولا يمكن اعادته. فاذا اول شغله يعني موضوع تثقيب المبيض يجرى او تنظيف البطن لغايه تثقيب المبيضين يجرى بحق له استطباب واحد هو
مقاومة المبيض على تحريض الإباضة، لأنه في كتير انتشار أو خلينا نقول سرف أو سوء ممارسة بهالموضوع. تثقيب المبيضين يجرى بحالة المبيض المتعدد كيسات عند المقاومة للمعالجة الدوائية. يعني أخذت معالجة دوائية للليتروزول وما استفادت بنلجأ له. طبعا لا يجرى عند البنات مطلقا، لأنه عم نشوف حالات، وهي رسالة للجميع أنه بنات مشان يخففوا من الشعرانية بيلجأوا لتثقيب المبيضين، ولا يجرى لقصد الانقاص الاندروجينات او تخفيف من شعرانيه الجسم او حب الشباب او الى ما هنالك او اضطرابات الدوره. الحل الاستطباب الوحيد بعد الزواج، والسيده استخدمت محاضرات الاباضه 6 شهور وما استجابت، بنلجا لتثقيب المبيضين. تثقيب المبيضين يجب ان يكون، يعني نقطه كثير وهي عبر الهواء مثلا، لازم يكون الاختبار مخزون المبيض الانتي ميلرين هرمون فوق 5، لا يجرى تحت 5، لانه اذا اجري وكان الام اتش واطي ممكن نوصل لقصور مبيض، يعني نفاذ للبويضات وتخرب للبويضات. وبالتالي ونحن للاسف عم نشوف تقريبا اسبوعيا حاله او بعض الحالات من بسبب التخثير الزائد للمبيضين او التثقيب الزائد ممكن توصل لقصور مبيض مبكر او نفاذ او سن ياس مبكر ونفاذ للبويضات، لانه هي عباره عن حراره ممكن تخرب جزء من البويضات. لذلك اذا ما اعطى نتيجه خلال سنه معناتها يجب اللجوء للوسائل الأخرى اللي هي تحريض الإباضة بالجونادوتروفين بالأبر، وطبعا مشاركة بعض تقنيات الإخصاب البسيطة، والأمل واعد وكبير. يعني ما في حالة مبيض متعكسات ما بتوصل للحمل بإذن الله إذا تبعت بشكل علمي وتدريجي ويعني ومستند، خلينا نقول بالبينة. تمام، بشكل عام. معنا اتصال. ألو. ألو، أهلا وسهلا. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب، تفضلي. أنا فاطمة، بدي أسألك عن أختي. تفضلي. تفضلي. تسمعينا من السماعة لو سمحتي، نوطي الصوت التلفزيون. بس أسألك عن أختي، إنه أنا أختي إنه تحصل لها متزوجة 10 سنين، وبعد ال10 سنين جابت بنت، بعدين صار تصير حمل وتنزل، تصير حمل وتنزل. بعدين قاموا حللوا لها لجوزها وحللوا لها وللولد، للجنين نزل انه ما بقى، انه البويضات عندهم صار طبقه، انه ما بقى في حدا من جوزها. يعني في هيك شيء؟ شوفي يعني شو هو الحال؟ يعني بصراحه يعني احيانا بعض التعابير غير العلميه بتكون هلا شوفي صحيح. قد يكون عندها نقص بمخزون المبيض، فبتصير في عندنا مشكله بنوعيه البويضات فقدرتها على التلقيح قد هل هي تزيد من احتمال الاسقاطات المتكرره لما يكون عندها الاف اس اتش عالي والام اتش واطي ومخزون مبيض بالامواج الصوتيه قليل. قد يكون هذا هو السبب. اذا في بويضات حقيقيه وعم تصير اباضه والوضع طبيعي، ما له سبب لفقدان الحمل او اسقاطات متكرره اكيد. فيعني يجب دراسة الحالة بالنسبة للزوجة بالدرجة الأولى من حيث مخزون المبيض اللي بيدرس، بيقوله 3 مشعرات رئيسية، أهمها الفحص بالأمواج الفوق الصوتية ودراسة عدد جريبات ما قبل البدئية أو ما قبل الغارية، تحليل الأنتي مولارين هرمون وتحليل الإف إس إيش والإستادول معا. ففي عنا 3 مشعرات هدول بوجهونا نحو مخزون المبيض. قديش خلينا نقول العمر البيولوجي للست، ست دائما الى عمرين، العمر الزمني صحيح. كم سنه، والعمر البيولوجي قديش مخزون مبيض عندها. صحيح. يعني يكون عمرها 30 سنه بس مخزون مبيض قليل كثير، كانه وحده عمرها 40 سنه. طبعا. هذا اللي بنسميه العمر البيولوجي، وبالتالي هذا ممكن تطلع بويضات شاذه وتزيد من احتمال فقدان الحمل المتكرر. فيعني يجب بالدرجة الأولى دراسة الحالة، وأنا بتصوري كل شيء له حل والأمل واعد، بس إذا في نقص بالمخزون يجب الإسراع بالحمل، وطبعاً في تقنيات مساعدة بتسرع الإنجاب إن شاء الله. تمام. معنا اتصال. ألو. يعطيك العافية. الله يعافيكي. أهلا وسهلا. لو سمحتي ممكن أحكي مع دكتور مروان؟ أكيد تفضلي، بس علي صوتك شوي لو سمحتي. يعطيك العافية دكتور. يا أهلا وسهلا ومرحبا فيكي. لو سمحت دكتور، هلا أنا عندي مبيض متعدد الكيسات. نعم. جوزي عنده ضعف بالحركة. نعم. دكتور هلا أنا من سنتين جربت أعمل طفل أنبوب. بس أعمل طفل أنبوب الإباضة تكون ممتازة من المراقبة. وقت السحب الإباضة ما يطلع عندي 5-8. ووقت من العلاج لمعالجة البويضات اللي تنسحب ما يمشي الحال، ما يصير أحيانا انقسامات أو يطلع إنه في تشوهات بالبويضة نفسها
ما بتزبط يعني ابدا. مرتين عملت العمليه ومرتين تفشل ونفس النتيجه تطلع. هلا انا خلال هالفتره اللي مرقت عليكم، انا عندي بيبي من قبل، خلال هالفتره كنت اخذ لقاح الكورونا، ففي دكاتره قالوا لي ممكن انه هي نتيجه لقاح الكورونا اثرت على تشوهات الاباضه عندك. نعم. انا عمري 30 سنه دكتور. نعم نعم. اول شغله موضوع نبدا من الاخر، لقاح الكورونا حقيقه لا شك يعني يعني رغم الجدل اللي صار عليه ما زال يعني الدراسات عليه يعني فيها كثير من التناقضات وبثار الجدل، ويعني من خلال وجهة نظرنا انه بيأثر بشكل او باخر على الخصوبة سواء عند الذكرين، بس طبعا ما في شيء دراسات دامغة عن الموضوع. فانا بتصوري ما انه سبب رئيسي لانه يأثر على نوعية البويضات عند السيدة اللي عندها مبيض متعلقسات. المبيض المتعلقسات مثل ما بتعرفي هو من الامراض الشائعه شائعة جدا صحيح، نسبته 10% بين نساء يعني السوريات بشكل عام او مجتمعنا، طبعا النسبه تكون اكبر بكثير بعض البلدان مثل الخليج العربي 50%، نصف النساء عندهم مبيض متعلقسات تماما. هلا بين مريضات اللي براجعوا من اجل تاخر الانجاب بشكل ثلث كمان نسبه عاليه. طبعا اعراضه الرئيسيه مثل ما بتعرفي اعراض فرط الاندروجين هي الشعرانيه وتساقط الشعر، ايضا البدانه الجذعيه بتكون جذع مشاكل المقاومة للأنسولين مثل الشواك الأسود على يعني له أعراض عديدة، طبعا إضافة لتباعد الطموس وضعف الإباضة بشكل عام، وإله منظر وصفي بالأمواج فوق صوتية بتشخص يعني معيارين هالثلاث معايير بنشخص مبيض متعدد في ساعات. هلأ أيضا ملفت للنظر بيكون الأنتي ميلر هم فوق 5 بالمبيض متعدد في ساعات بشكل مؤكد وعلامة جيدة. إذا المبيض المتعلقسات بحد ذاته يكون في فرط أندروجينات بيأثر على نوعية البويضات، فيجب انتقاء البروتوكول الملائم لتحليل الإباضة يعني يعني للنساء اللي عندهم مبيض متعلقسات لهم بروتوكولات خاصة للتحريض اللي بتقلل لنا من تأثير أو بتقلل من تأثير الأندروجينات على نوعية البويضات. تمام. هي أولا، فإذا اختير البرنامج المناسب قد تكون نوعية البويضات أحسن. أيضا المهم جدا كون الزوج عنده نقص حركة انتقاء النطاف، لأنه موضوع اللقاح يعني بيلعب فيه 50% النطاف 50% البويضات. طبعا. فيجب اختيار النطاف السليمة، طبعا في وسائل اختيار أكثر بالإكسي اللي بيسموه الانتراستوبلازم انجكشن اللي هي حق اختيار النطاف السليمة مورفولوجيا، هلا صار بالتكبير الفائق ما يسمى الامسي، وحقنا مجهريا، وبالتالي احتمال انه نوصل طبعا طرق الحضن ايضا له طرق خاصة، احيانا بنضطر نضيف بعض المواد الخاصة اللي حتى تساعدنا على مثل جلوكونات الكالسيوم أو الإيونات الخاصة اللي بتساعد على الانقسام أيضا. تمام. فيعني هناك تدبير خاص له علاقة بمخبر الإخصاب وفي له علاقة بالتحضير للإخصاب باختيار البرنامج الملائم وطبعا اختيار النطاف الملائمة. فيعني الحالات اللي بتكون كل البويضات شاذة وما بتتلقع هي أندر من النادر. لذلك بالنسبة للأخت أنا مطمنها، الأمل واعد وكبير إذا تم اتباع خلينا نقول الطرق المسندة بالبينة أو خاصة بالتحريض وبالمخبر. تمام. معنا اتصال. ألو ألو، عم نسمعك. ألو، يعطيك العافيه. الله يعافيك، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، معلش احكي مع الدكتور مروان. اكيد، تفضلي الدكتور معك. اهلا وسهلا فيكي، كيفك دكتور؟ يا ميت اهلا وسهلا. معك لبنى من القناطره. اهلا وسهلا فيكي دكتور. انا من شي 5 سنين عملت عمليه كيسات. نعم. وردت رجعت لي من شي 6 شهور كمان عملت عمليه، وعملت عمليه يعني فتح بطن. نعم. صرت عاملة هاي عمليتين يعني. نعم. بالعملية الثانية جرفوا لي الكيسة. نعم، شو طلعت؟ جرفوا الكيسة. جرفوا لي الكيسة لأنه انفجرت الكيسة ببطني. طب عملتي تحليل للكيسات؟ شو عرفتي شو نوع الكيسات؟ لا والله ما عملت. يعني حقيقة كيسات المبيض إلى أنواع عديدة، والكيسات المستطبة جراحيا طبعا قليلة، طبعا من الكيسات العجائبية أو هلا حتى حكولي انه على المبيض الثاني عندي استسقاء. على الاستسقاء على البوق بده يكون، مو على المبيض، الاستسقاء بصير بالبوقين. ايوه نعم نعم، طبعا هذا بياثر على وظيفه اني هلا 6 سنين متجوزه. نعم.
اول شغله دائما عمليات قيصر المبيض بتعمل التصاقات لانه هي انسجه نبيله، فاذا ما عملت لذلك الواحد بيحاول يتجنب انه يعمل اي تداخل جراحي ما لم يكن هناك اسعافي، انفتال كيسي او نزف ضم الكيسه، هذا ما في. اما معظم الكيسات وخاصه الكيسات الجرابيه او حتى اللوتينيه، نحن اللي بنعاني منه انه كثير من العمليات تجرى بسبب الالم، طبعا ممكن تدبير المحافظ الى قبولها للكيسات اللوتينيه اللي بتصير بعض الاباضه اللي بتعرف بعض الاباضه بصير في نزف ضمن الجريب واحيانا بتعمل كيسه اي بنسميها كيسه لوتينيه، اذا انعمل لها جراحه بدها تعمل التصاقات اكيد وتاثر على الانجاب لاحقا. هلا ومجرد الوحده عملت او الست عملت عمليه كيسات مبيض بده ينقص مخزون المبيض شوي، بالتالي احتمال تكرر الكيسات بصير اعلى لانه الهرمونات النخاميه عم تصير عم تتوزع على كتله مبيض اقل وبالتالي بتحرض نمو كيسات ثانيه. هلا في كيسات مستطبة جراحيا مثل ما اسلفت، كيسات العجائبيه على سبيل المثال او الكيسات المشتبهه اذا لا سمح الله اشتبهنا بانه في مشكله خلايا قد تكون ورمية. او اي توجه وتكون ورمي، هون لا شك من الجراحه هي اولويه، واذا كانت تقدر تصير بالتنظير فهو اقل رد واقل احداثا للالصاقات. هلا موضوع استسقاء البقين هو عباره عن توسع الانبوب مع ازدياد نهايته، وبالتالي اذا توسع الانبوب رح تخرب اهدابه، هذا اللي ذكرته سابقا هو انسداد وظيفي، تلاقي مفتوح او ممكن ينفتح بس ما بيكون وظيفي، ما في ما بيفقد وظيفته. لذلك بالنسبه للاخت هون اهم شيء تقيم وظيفه البقين. تقييم وظيفه البقين يعني بدايه بيكون بصوره ظليله، اذا كان يعني وجهتنا لانه في التصاقات ممكن فكها او طبعا في استسقاء، ممكن المرحله الثانيه تكون بتنظير البطن وتحرير البوقين، طبعا هي المرحله الثانيه. واخر مرحله اذا ما استجابت او لقينا في تاذي باهداب البوقين لا سمح الله ممكن نلجا لوسائل الاخصاب مساعد. في كل الاحوال يعني الموضوع الحمل والانجاب امل كبير وواعد بالنسبه للست لحالتها. تمام. كمان معنا اتصال. الو. اهلا وسهلا. العافيه. الله يعافيك. سمك العام بخير وانت بالف خير يا رب. ممكن احكي مع الدكتور؟ اكيد تفضلي الدكتور معك، بس علي صوتك شوي. أهلا. اهلا وسهلا. يعطيك العافيه. يا هلا. سمك العام بخير. اهلا وسهلا ومرحبا. ممكن احكي مع الدكتور؟ الدكتور معك؟ عم بنعاد الاتصال. على الاتصال. سمك العام بخير. اهلا وسهلا. بدي اسالك انا. الو. عم نسمعك. عم نسمعك، تفضلي. الو. تفضلي. بدي اسالك يا دكتور، انا ابي 30 سنه متزوجه. نعم. ما صار عندي انجاب بالمره، عملت طفل انبوب مره ومرتين وبيقولوا لي انه عقم مجهول الشبع. نعم. نعم. تمام. وحقنت. عفوا. وهلا صار العمر 43 سنه، فشو تنصحني انت دكتور؟ وانا هلا كل اموري طبيعيه 100%، يعني ما في علي اي مشكله. نعم. لجأت للحقن وعمرها 43 سنه. نعم. وما استفاد. هلا شوفي، اول شغله الحقن يفضل الا يجرى بعد سن الأربعين. يعني اغلب البروتوكولات العالميه او المراكز لا تجري بعد سن الأربعين، علما انه بعض الادله الارشاديه وجهت انه ممكن بحالات خاصه نلجا له. هلا العقم مجهول السبب مثل ما اسلفت، انما ما نلاقي اي سبب عند الزوجين قد يكون هو مجهول السبب اسما، لانه في له سبب. لما نعمل نلجا للاخصاب المساعد قد نلاقي سماكه بجدار البويضات او خلل بالمستقبلات او قدره المطاف على ثقب جدار البيضة أو التطريح تكون قليلة، فالسبب يتوضح معنا لاحقا أثناء عمليات الإخصاب. هلأ بعد 30 سنة عقم أكيد صار في سبب ثاني، هو يعني العمر صار فوق 40، أكيد رح ينقص مخزون مبيض، مستقبلات البطانة الرحم. بس هي عم تقول أنه لجأت بسن مبكرة. بسن مبكرة إلا أنه ما توفقت. شوفي، أولا يعني موضوع فشل طفل الانبوب مرتين يجب البحث عن سببه ايضا، يعني موضوع العقم الغير مفسر هو حل طفل الانبوب، فاذا فشل طفل الانبوب معناتها في مشكله ما لها علاقه بالانغراس والتعشيش، لازم نعمل تنظير لجوف الرحم، نشوف بطانه الرحم اذا في التهاب باطن الرحم مزمن، احيانا اذا في مشكله بالريسبتيفيتي خلينا نقول بمستقبلات بطانه الرحم، يعني يجب البحث عن سبب له علاقه بفشل الانغراس المتكرر. طبعا. اكيد، واذا عثرنا على السبب ممكن حل المشكله، واحيانا ممكن حلها يساوي حمل طبيعي ولو بعد هالفتره الطويله.
تمام. فهي الست يجب أن تدرس موضوع الإنغراس من جهة وتدرس الأسباب النادرة. أحياناً تعرفين نحن نقول أحياناً واحدة ما حملت عملوا لها صورة رحم ظليلة وتحليل سائل نووي ما بين سبب العقم ما شو سبب، لا أكيد في استقصاءات معمقة ممكن اللجوء إلى علاقة بالبيولوجيا الجزيئية بالدراسة الجينية للزوجين بتكسر النطاف عند الزوج أو تصدي الدي إن إيه، يعني في دراسات معمقة تكون عاملة تنظير بطن اختبارات وظائف النطاف على سبيل المثال. فيعني ممكن نلاقي سبب أحيانا كيف في مرضى بيجون على أساس عقم مش السبب باختبارات أخرى بتبين السبب وبالتالي علاجه بيؤدي للحمل بكل بساطة. تمام. فبالنسبة للست شغلتين، دراسة موضوع فشل الانغراس والدراسة المعمقة لتشخيص أسباب تأخر الإنجاب. تمام. كمان معنا اتصال. ألو ألو، قطع الاتصال. كمان معنا اتصال تاني. ألو أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء النور، يعطيكم العافية. الله يعافيك يا رب. بدي أسأل الدكتور مروان. تفضلي. تفضلي. هلا انا لجأت عملت طفل انبوب من شي سنه تقريبا، فاجا الولد معه مثل عزيمه داون. نعم. والبنت طبيعيه. البنت طبيعيه؟ البنت طبيعيه والطفل يعني. اجا معه توأم. نعم. الطفل طلع معه متلازمه داون. نعم نعم. هلا شوفي، فانا كنت روح عند دكاتره اطفال يقولوا انه يعني لازم كان يبين. نعم. بالفتره اللي كانت. يا مدام، اول شيء متلازمه داون تعفي تثلث صبغي ال 21. طبعا. وممكن بالإخصاب المساعد إجراء التشخيص الوراثي قبل الرجعة الأجنة إذا بس ما بينعمل حاليا بشكل ليتفادى الموضوع. إذا شفنا الست عندها يعني خلينا نقول احتمال إنجاب أجني فيها أنيبلويدي أو فيها مشاكل صبغية أو زيوغ صبغية، نلجأ للتشخيص الوراثي قبل التعشيش، وهذا يبين ما منرجع إلا الأجنة السليمة. طبعا. يعني لا بيكون فيها داون وبتحدد حتى جنس الجنين، وإذا فيها مشاكل صبغية تبين. فهذا لا يجرى روتينيا، يجرى عند الشك بالحالة. فإذا كانت طبعا لا شك بعض الحالات بتصير وحتى عن صغار السن، فيعني إذا يعني إذا ما مجرى تشخيص وراثي ما بيبين من خلال نوعية الأجنة. الأجنة بتكون درجة أولى وممكن يكون متلازمة داون. فإذا يجب أن تكون مجرات قبل ومطلوبة ويعني في توجه إليها. هلأ المشكلة الثانية أنه مفروض تبين أثناء الحمل، أثناء الحمل بيبين صراحة بتشخص داون، وهي مهمة طب الجنين. طب الأم والجنين هو تشخيص طبعا الوصول ل يعني لخلينا حسن حاله الجنين والولاده طبعا بتمام الصحه والعافيه ومتابعه الحمل. طبعا في خلينا نقول علامات لداون بالامواج فوق الصوتيه، وفي اختبارات تجرى مثل التريبل تيست، الاختبار الثلاثي، ولا صار الرباعي، هلا صار بالاشهر الاولى. يعني هلا صار في شغله كثير حلوه وما انا انفيزا ما انا راضه او ما انا باضعه، هو الاختبار الان اي بي تي بسموه، الاختبار دراسه الخلايا الجنينيه او عزله من دم الام والدراسه الصبغيه لها. فصار من دم الام ببين معنا اذا الجنين معه او متلازم الداون ولا، وهذا اختبار مسح يعني وثوقيته فوق 90%. طبعا اذا كان طلع ايجابي بنعمل اختبار مؤكد اللي هو بذل السائل الامنيوسي لاحقا. اذا ممكن عند الشك تشخيصه اثناء الحمل. يعني انا شو بدي اقول لك، ما بعرف يعني، ان شاء الله الله بيعوضك بالحمل القادم ايضا باجنه سليمه وبذكور سليمين. ويعني هي الجواب لسؤالها انه هو ما بيظهر قبل ارجاع الاجنه الا اذا درسنا الاجنه صبغيا، واثناء الحمل ممكن يبين، بس هي المشكله كونه توام احيانا بتصير بتصعب وبدها مراجعه مراكز متخصصه بطب الجنين. تمام. كمان معنا اتصال. الو الو، يعطيك العافيه. الله يعافيك. في نحكي مع الدكتور لو أكيد سمحتي. اكيد تفضلي الدكتور معي. تفضلي. كيفك دكتور؟ كل عام وانت بخير. انت بخير وهذه البال، رمضان كريم. دكتور انا معي مريض متعدد كيسات، عمري 22 سنه. زوجي عنده دوالي على الكتف اليسرى. نعم. درجه ثالثه، بس عدد النصاف 80 مليون. نعم. بسرعه قال الدكتور انه طبيعيه سرعه النصف. نعم. شو بالنسبة لنا مثل الأنبوب ولا لسه بكير لهي المرحلة؟ أكيد. شوفي أول شيء أكيد بكير. أول شيء المبيض المتعدد كيسات بدك يعني تحرض الإباضة أو تراقب الإباضة، إذا عم تحصل الإباضة لا يعتبر سبب لتأخر الإنجاب.
فانت اهم شيء انك تراقبي الاباضه وتحافظي على الاباضه والدورات منتظمه. اذا حافظنا على الدورات منتظمه والاباضه عم تحصل معناتها ما عاد سبب رئيسي لتاخر الانجاب. يجب البحث عن اسباب اخرى. يعني بالنسبه لك لازم تعملي تاكدي من وضع الانابيب اذا سليم ولا لا. بالنسبه للزوج معناتها الامور ممتاز، بكفي انك تراقبي الاباضه وتتاكدي من حصولها، معناتها بتكون الجانب خلينا نقول من ناحيتك جيد. بالنسبه للزوج اذا عنده دوالي درجه ثالثه يجب اجراء اختبارات معمقه للسائل المنوي اللي هي بتتم فيها دراسه مورفولوجيه المطاف اشكالها وحركتها، بنعمل مخطط لحركه المطاف، هذا التحليل المفصل للسائل المنوي. إذا كان طبيعي ممكن اللجوء لاختبار آخر هو اختبار تشظي الدي ان اي، لأنه الدوالي ممكن تأثر على وتزيد من تشظي الدي ان اي وتكسر، وهذا بيأثر على وظيفة المطاف. إذا طلع فوق أكثر من 30% قد يكون هذا سبب ولازم يعمل الدوالي حتى لو العدد طبيعي. فيعني أحيانا بيكون العدد طبيعي بس وظيفة المطاف قليلة، لذلك يجب مقاربة الزوج بطريقة سليمة. وإذا كان الأمور تحسنت أنا متأكد بصير حمل طبيعي. المبيض المتعدد الكيسات أندر من النادر أن يكون سبب للوصول للإخصاب المساعد أو لأطفال الأنابيب، غالبا بصير حمل طبيعي ما بنحتاج. والزوج دوالي أنا بقول دائما يعني أفضل الأمراض أو أسهلها علاجا هو اللي له حل جراحي. تماما. فإذا كان عفوا إذا كان المشكلة بالدوالي وحلها بسيط جدا وعملياتها يعني شبه مؤكدة النجاح إذا أجريت بيد خبيرة إن شاء الله. فيعني يجب مقاربة الزوجين بطريقة سليمة، وأنا بطمنك أنه بإذن الله الحمل قريب ومؤكد. تمام. رح ناخذ آخر اتصال معنا لليوم. ألو. مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أنا سارة. أهلين تفضلي. بس عندي استفسار للدكتور لو سمحت. تفضلي الدكتور معك. دكتور أنا صار لي سنة متزوجة وعندي مبيض متعدد الكيسات. عملت تحريض مرتين، بالمرتين استجاب جسمي، صار حجم البويضة 21 طلع من المبيضين، يعني صار استجابة من المبيضين وما صار حمل. فطلبت لي الدكتورة صورة زميلة، طلعوا البقان مسكرين فتحناهم بالصورة. حاليا رجعنا عملنا دورة تحريض بس مبيضي ما عم يستجاب، وصل لحجم 10 ميلي بعد 10 ابر. فطلبوا مني وقف التحريض لفتره معينه ليرتاح جسمي من الادويه، فما بعرف شو تنصحني هلا ساوي. شو حكيت بالاخير؟ بس اخر شيء تعيدي الفقره لو سمحتي. طلبوا مني اني هلا وقف تحريض لجسمي ينضف من كل الادويه. نعم نعم. انه خاف تكون في صار في مقاومه للعلاج. شوفي اول شغله يعني بالنسبه اذا البوقين سليمين، ومثل ما شفتي انا مثل ما اسلفتي انه الاباضه عم تحصل، لا شك انه لازم نحافظ على الاباضه لعده دورات متتاليه. لازم يعني اقول لك شغله انه نسبه الحمل الشهريه عند المراه لما يكون عندها اباضه والزوج طبيعي هي 20-25%، يعني بين كل 4 أو 5 ازواج بتزوجوا اول شهر وحده بتحمل، مو الاربعه بيحملوا من اول شهر. صحيح. هاي نقطه لازم ننتبه لها، لذلك بدنا نعمل تكرار لتحريض الاباضه حتى نزيد من فرص الحمل. فيعني انت لازم تعملي تحريض اباضه من 3-6 دورات، اذا يعني الله اكرمنا وصار حمل بيكون تمام، ما صار حمل لازم تلجأ الى انا بنصحك باجراء تنظيف بطن لاستقصاء وظيفه البوقين، لانه اذا مسكرين الانابيب ما ممكن يفتحوا بسهوله بالصوره، واذا فتحوا قد يكون في اذيه كونهم كانوا مسكرين في اذيه اخرى مثل التصاقات خارج البوقين. فانا هذا استطلاب او انديكيشن الى الزوج طبيعي لتنظيف البطن، واذا في مشكله واجهتنا بالتنظيف تنحل بالتنظيف، ما في مشكله. تمام. بكل الاحوال المساله بالنسبه لك بسيطه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا كثير لك دكتور، شرفتنا اليوم وشرفنا كثير بوجودك معنا. الله يسلمك. شكرا لك، والشكر موصول كمان لكل الاخوه المشاهدين اللي عم يشوفونا. الله يسلمك دكتور، شكرا كثير لك كادر البرنامج بوجود معنا. تسلم لي دكتور. شكرا لك. وهيك بتكون خلصت حلقتنا من برنامج صحتك بالدنيا، ان شاء الله نكون قدمنا لكم معلومات مهمه وقدرنا نجاوب على اكبر قدر من استفساراتكم. تابعونا بكره بمعلومات جديده، واكيد ناطرين اقتراحاتكم على بريد صفحتنا. باي باي. Oh, oh, oh.